من المنصف بالحق؟ كتبتها في 12 من شهر يونيو حزيران 2024. من المنصف بالحق والعدل غير الخالق الوهاب؟ إنه الله الغفور الرحيم، صاحب الحق، منزل الكتاب، الخالق، من أبدع الكون في لحظة من دون حساب، هو الكريم العزيز، باعث النور والغيث والسحاب، مرسل الأنبياء كي يطلبوا من العباد حسن الجواب، ويعلموا أن الله هو السميع المجيب الباسط التواب. ليت الخليقة تدرك كلها أن الحقيقة بالفكر والرقاب. نحن أهل الدين نعلم أن للحق والشر بسط وعقاب. هكذا أوعز شعيب لأهل مدين الذين كانوا أعراب، أن يستفيقوا للحق، أن يطيعوا الله، وذكرهم بالعذاب.